ملل كلش ملل، لا شغل لا عمل، اي هذا ما عنده وظيفة وذاك يشعر بالفشل. عجل يا ابو عجل، شو وقت تقول حل؟ الباق من الكيكة كلها عافلي بس تشطل. شالقسمة هاي القشرة ماكو شغل فد مرة، يوم العراق افتر انا طهر شرحيت، انا طهر شرحيت. لقوم طلعت الشمس، عندك طبخ عندك كنس، شو وقت اشبعان نوم شنو هالحظ النحس؟ وين صار الريوق ورانا طلع للسوق؟ وشلون تردين البيض طق بالدهن لو مسلوق؟ الوضع كلش مو حلو ويا الحميسة انحمس، لو يرجع شوية الوقت الا الغي مشروع العرس. احنا طبعنا يختلف لا صاير ولا يصير، صح خير ما شفنا ابد لكن بعدنا بخير. حتى الفقير بهالوطن وبعيشته محتار، تلقاه بحر من الكرم لمن يجي خطار. صح الامان شوية قل وهواية جاي نعاني، بس احنا هالغيرة ترى واحدنا يحمي الثاني. صح اكو عالم قصرك بس اكو عالم غير، كل هذا باجر ينتهي ويرجع وطننا بخير. صح الامان شوية قل وهواية جاي نعاني، بس احنا هالغيرة حياة طيبة التي كانت قبل 30 سنة فقط وليس 60 سنة. قبل 30 سنة كانت صحراء جرداء، واليوم نجد أنها أصبحت مدنا متطورة يأتي إليها جميع أبناء العالم ليعملوا أو يأتوا إليها للسياحة. فكيف بنى هؤلاء أرضهم الخالية في حين ما زال العراقيون يبكون على ما حدث قبل أكثر من 60 عام؟ هناك أيضا قصة حدثت معي حين كنت أريد أن أشتري الصمون، ذهبت إلى الفرن وتخيلوا أنني كنت في وقتها رئيسا للجمهورية. هل تعتقدون أن هناك رئيسا للجمهورية يشتري الصمون بيده؟ ووجدت أن صاحب الفرن قد وضع لي صورة كبيرة في حين كان يبيع الصمون بأحجام صغيرة، فقلت له كلمة وهي: كان عليك وتقول أيضا بالعامية كبر الصمونة وصغر الصورة. للأسف عرفت أن هذه الجملة أصبحت مثارا للتندر وللضحك، في حين كان يجب أن تكون دستورا لكل من يرأس هذه البلاد، وكان يجب على العراقيين أن ينتخبوا من يعرفون ويتأكدون بأنه فعلا سيصغر الصورة ويكبر الصمونة. لذلك أريد أن أقول في نهاية حديثي بأنه لا يوجد ماض مهما كان تعيسا وسوداويا ومدمرا، لا يمكن لهذا الماضي أن يمنعك ابني أو بنتي العراقية من أن تبني الحاضر وأن تؤسس لمستقبل زاهر. عبد الكريم قاسم، رئيس العراق في يوم ما. أنا حياتي بالعراق كلش متدمرة، يعني جاي أعيش أيام مأساوية، هددوني كم مرة تنكتل وعايش حياة كلش 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 مو مريحة.
فأنا جيت يمكم حتى أطلب لجوء، فساعديني. الله يخليك، الله يخليك، قبلي طلبي مال لجوء. نعم، ولكن هناك الكثير من الناس يقولون بأنهم مهددون، وفي الحقيقة هم غير مهددين أصلاً. لا لا، ذولاك يعني بيهم الكذب بيهم صدق. أنا بالنسبة لي جايب وياي أدلة ما حد قدر يجيبها، أنا جايب وياي شهود. شهود؟ اي شهود، هنا الناس اللي اذوني وهددوني وخلوني اطلع من العراق جايبهم وياي واقفين برا. اتيت بهم الى هنا؟ اي جبتهم لهنا عمود يشهدون. عمود صدقيني انه انا فعلا كنت متهدد وما عايش حياه مرتاحه. بس لو تسمحي لي اصيح اول واحد بيهم. تفضل. اول على عبوه؟ لا لا تخافون، جاي بدون عبوه، جاي بدون عبوه، جاي. نعم موجود. ابو شهاب. هلا مرحبا. هلا حبيبي. هلا اخوي. شنو منو مضايقك؟ انت ضايقتني وجيت اطلب لجوء من وراك. لا لا اقصد هنا منو مضايقك. ها لا ما حد مضايقني، بس تعال تعال. هل فعلا هددت احمد؟ والله اشهد ما بالله انا هددته. الحمد لله، ذبيت له ظروف وبيه طلقه. ولماذا هددت احمد؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ والله ما ادري. عمو تعرفين انا وياه من عايش، مهددني وما يعرف ليش. يعني صراحة يعني ليش أعرف ليش؟ يعني يطوني ظرف وهذا بيطلقة، ذبي يم الأخ وذبيت يم الأخ. شكرا لك، ولكن سيتم اعتقاله لأنه مجرم. يقول راح يذبونك بالتوقيف. رحم الله والديكم. ما تقصرون والله. تخيلي تخيلي أنا عايش في هذول الناس. والله أنا لا لا بعدش شفتي بعدش كل شيء ما شفتي بعد. ماذا بعد؟ نعيم جحيم. يمو أهلا ما يدرون بي راح يصير سكاك، بس مو نعيم يعني وكذا. الله بالخير أغاتي. أهلا وسهلا. سحب أقسام قال الله بالخير باي. تفضل أبو شام. الله يحفظك حبيبي. احكي للست. لماذا هددت أحمد؟ لا لا هذا مو هددني، هذا قتل أخوي. صكيت أخوه. خلصت عليه وردت أصكه بس طفر. الحمد لله. إيش رأيك أصكك هنا؟ مستلم عليك 5 ورقات. مو أعطيتك 6 ورقات وقلت لك تعال اشهد وياي. إي صحيح صحيح. يلا عجايات ما أنسى. ولماذا قتلت أخاه؟ أخاه يشتغل بالميناء وعطى شغلنا. ولك؟ ولك انا اخوي مدرس فيزياء، هذا جوارينا يشتغل بالميناء. قلت له صك اخوي بالغلط طلع صك بالغلط صك قلت لك هنا بس قانون. حسنا حسنا، ولكن سيتم اعتقاله لانه قاتل. شو تقول ترجم؟ يقول احد يبونك بالتوقيف. شنو؟ انا ادخل التوقيف معب لو للسجن لو ما اروح. روح روح اول سجني تشوفه ببالك روح ادخل. يقتلوا ما يدري. بعد 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 ماذا بعد؟ لا اوكي ها توتاية؟ 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 هذه فتاة، هل تقتل أم تهدد؟ هاي أخطر من الجماعة اللي هاي أخت مرتي. كل ما مرتي تروح تبات يمهم تعطيها مقترحات تشيل حالها تضرب براسها. على كيفك، وأنا إيش قايلة لمرتك؟ لا ما قلت لها شيء، بس قلت لها لازم يقعدون ببيت ملك مو؟ غير أختي وريد مصلحتها. قعدنا ببيت ملك، خلصتي؟ ايه قلت لها اثاثكم يلعب النفس، خلي احمل يطب بسلفه ويجيب لكم جديد. جبنا الاثاث. شنو قلتي لها؟ قلت لها ليش عندكم 3 اطفال؟ خلي يجيب فذ 2 بعد. جبنا توأم بنفس اللحظه. شنو قلتي لها؟ بس يراد لك تعرف شغلك بصراحه. بس 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 بس, بس. انت ايش بيك منزل سلاحك؟ هاي اخطر والله، دولك فقره والله منزل سلاحك. حسنا بامكانك مغادره الغرفه. قل لا تختارني لا تختار اوروبا. بعدها تشتغل حد هسه جاي تسال اوقات. قل لي ايش قبل شويه قل لي ايش عارفه تجيب وحده؟ قل لي رجلي على رجلك. جايب لك ابو المولده وجايب لك ابو النت وجايب لك يمكن بحدود هيك 15 سايق سياره اللي يجتاز من اليمنى واللي يطبق ورا سياره ولا وجايب لك 15 لا لا يا 15 25 سايق دراجه جايب وثلاث نفرات كاتبين على بيتي مطلوب دم. حسنا كل ذولا كل ذولا واقفين برا يتانون سراهم. حسنا لك حق بطلب اللجوء، ولكن عندما تكون في بلدنا عليك احترام القوانين. أكيد. وأن تكون شخص منضبط. وعندما تعود إلى بلدك أيضا عليك أن تطبق القوانين. لا الله يخليك. لا الله يسلمك، أنا بالنسبة لي منضبط بالقوانين طول ما أنا يمكم هنا. أوكي إذا رجعت لأهلي راح ألعب شاطي باطي، ما لكم علاقة بي. أوكي لا أعتقد ذلك، لأنك عندما تطبق القوانين ستكون شخص محب للقوانين والانضباط. وأنا كذلك لا أعتقد ذلك، ماكو هالشكل شيء. الجماعة الجاي يحكمون أنا صار لهم فوق 20 سنة، هم نفسهم قعدوا يمكم 30 سنة ومن رجعوا وسووا كل المصايب اللي جاي تشوفيها بعينك. مشي أوراق يا الله يخليك. لا كذلك. وأخيرا راح التوتاية لو بعدها. بس لحظة خلنا أطلع بث مباشر
وياهم بعد. هو كم مره اشوف ماركو؟ هو شفناه مره لحد ما نوصل. ايه أي. لحد ما نوصل. اوكي يعني بس هو ليش لبس حزام الامان؟ ليش اكو شيء؟ ليش ما لبس حزام الامان؟ لا انت الغلطان مو انا. احنا ها مو ابو تاكسي. اوكي اوكي انا اسف والله. لقد سببت آلهتنا. تجيب علينا العين شنو؟ والله يعني تي الناس تضحك علينا. هو استغربت ايش عجب هذا راس اساسا ليش يشتغل عندك؟ المفروض مجيم. الحمد لله اجا وياك. هاي لازم تقعد من انت تغسل السيارة. أيوة. لازم تسويش بس اذا نعبر الناس تضحك عليك مو علي. ما تلبسه. اي والله والله طلع يشتغل. حاول بي والله بالعكس حلو ويرهم صدق. تلاحظ اي اسود وسمائي يرهم. شوف يا زعطوط انا الله يخليك. لا 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 اي هاي شوي هاي اصلا يسموها يعني عبر. لا فائده منها. ما ادري ايش خلينا والله. لو انفصل حزام صدق مال البنطلون احسن لنا. بدع انا محيرتني هاي سالفه يعني الفاشينستات اللي يعني اشتروا من هذا صدق. اكو ناس تشتري يعني الاعلانات. اي الاعلان. لا شوف الاعلانات بها فد لغط صاير مريع. يعني مثلا وين اكو وحده ام عراقيه اللي تطبخ لتحمس بصل ولابسه بتوت وملاوي ترى. شاي والله العظيم شايف لك. يعني اصلا باع شوف البتوت والملاوي ترى هاي بالعرس هاي انضمن ساعه الساعه ترون تبنون طابق ثاني تريد تفتح مشروع ينباع. هاي الحركه ام السلته. يا وياها موسيقى عافية. ايه تيرولي اوبرا يعني سلتني. لا وهذا يقول لا خلين. ايه هو يريد من جوا لجوا. لا خلين قلبه يريد وعيني ترف. لا اذني جهازك وملابساته خبر. هي شوف بالعرس ما تلبسين عين زين تمام. بالبيت ما تلبسين ماكو داعي. انت شايفين زين تريد تنطين. ايه هذا الاوبشن الوحيد اللي شايف خطأ صح هاي ماك. يعني هو لازم الذهب فبالأخير يبيع. فهاي الإعلانات تصير لازم تكون الإعلانات بطريقة واقعية. زين أكو هاي الفاشينستا مثلاً اشتري من هذا جربته وتستخدمه. هو فعلًا تستخدمه لو أول مرة تستخدمه وآخر مرة. أكو منهم عندهم مصداقية. باعتبارك فاشينستا باعتبارك. إيه عافية. زين حبايبي شلونكم شلون صحيح. والله هذا جربوه. ولازم أكثر من مرة. إيه والحمرة فل شايفها. مو الحمرة العادية. أكو منها لا شغلات مضرة. بس لا اكو منهم من يستخدموها مثلا يطون جابه تعال الله بالخير تبي تسوي علامه الحمراء. ايه؟ انا حاضره حفله حاليا ما عندي انتظر لي شهر اكملها. اوكي يلا اشوف انه هاي صدق زينه مو زينه. ايه؟ مو هاي راح يصير استعمال مباشر على البشره صح فما يصير. اكو منهم لا الف لا ما 3000 جيب حسوي على الغداء. او هيك يعني هذا الفاونديشن. ايه هذا صراحه البخ بغرفتي. فاكو منهم لا اجرهم الفلوس الاموال الطائله. اكو منهم لا اكو انه يجربوها ولازم يشوفون انه هاي بها مضار. يلا يعني. يلا يعني وهاي طريقه صحيحه. بس هالفتره لا كثره وسالفه الفلوس يعني. حتى مثلا الشخص اللي يجي يريد يجيب اعلانات زين يجيب اعلان يعتمد على المبلغ. يلا اعطيه 5 ويقبل يسوي لي. هو فعلا ذاك يقبل اذا خطوه طبعا لك 5000 دولار. اكو اعلانات شويه قويه اللي هي اعلانات المختبرات مال الكشف يجيبون فد وحده حلوه طبعا ما مشوفها اول مره تشوفها بس حلوه شلون قنعوها ما ادري. هاي ايجار استاذ ورقتين. ورقتين هاي لا تجي وجهها حلو. واحتمال هي عندها خبره بالتحليلات وما شابه بس ما تشتغل. اعتماد على خلقة الله الخلقة حلوة بحيث العالم تشوف ما يردون يحجزون على المختبر يحجزون يقولون بس نشوفه ونطلع. اي بس من يجي اريد تحليل دم. اي بس هاي وين يا سويت اعلان وراحت بعد خلاص. انا جيت على مود هاي وين انا ما دليتكم بس من وراها. اي والله ماكو. اي واحتمال هي اصلا مشي عليها لانه هي تحليلات. اي بس هي تجي بس على مود الاعلانات. تجي اعلانات وتروح يعني. لا اعلانات العراقية اكو شغلة عندهم اللي هي هذه مثلا مال انه يكرر شغلة هالشكل يظل ما يصير. هاي انتهت هاي مو يتراوالي. اي بالضبط يعني يقول اشتروا هذا. اي هاي المناظر. اي ماكو شيء تقيك من الخارج ماكو اصلا تلقاه يعني ابو الاعلام ما يكذب الاعلام مثلا تلقاه هو يطلع مثلا صوره الى مناكو جاي يركض وكذا. اي هاي لا يعني شو اشتروا هذا انتوا اشتروا هذا. شوف هاي حتى تبين لك انه طريقه الاعلان غير مباشره. بس انت حسب حساب انت برمضان جايك. اي طلع مسلسل طلع مثلا اي قناه زين. بس يجي الاعلان راسا لو ميوت كانه فتشي ما يصرفون فلوس على تخيل مثلا السادر يموت ودائما الريموت ما تخلينا يزلق جو الزر. ايوه طبيعي. هو طلع الان تم يعني راس وين شو اسمه اللي يروح يغسل واللي يروح المطبخ واللي يروح الحمام يتذكر الوضوء والسلامه المغرب كله بالاعلان. اذا ليش يصرفون اذا العالم كلها تطلع في التلفزيون وقت الاعلان يعني. الاموال الطائله. والله شرفتنا يا استاذ ماركو الله يخليك. شكرا جزيلا لك. اعطيني رصيد لو فلوس وشو تعطيني. اعطيك بوسه. الله يخليك. نضحك على نفسنا وانت جايب برنامج على اساس انا ابو تاكسي ولا شيء. خير كافي شهر الحركه هذه. بس جاي نخدع العالم يعني. هلا حبيبي. الله يعافيك. هلا بيك يا مرحبا. يعني
بس هاي القصيدة إلها؟ طبعاً إلها، لا دلمن، أكيد إلها. يعني أنت متأكد هي تحبك؟ 100% تحبني يا حبيبي، 100%. حلو، يعني قلت لك أحبك. أنت أثول، أكو بنية بالدنيا وتروح الواد بالكلية تقول لها أنا أحبك؟ لا شلون عرفت؟ لا حبيبي، يعني أكو فت حركات تسويها البنية بس الواد الفطن شو يسوي؟ يلقفها. إذا ما لقفتها تروح الفرصة. ومدام أنت فطن ولقفت هاي الحركات كلها، سولف لي وحدة. شنو وحدة؟ اليوم اليوم هاي اليوم. قالت لي حكاية بصراحة خلاص يعني. أوكي شنو قالت لك؟ يعني البرهان الأخير. حلو. قالت لي صباح الخير. شرفك؟ إي والله حتى هيك قالتها. صباح الخير. وأنت تأكدت هنا هي تحبك. قالت لي صباح الخير. تلت. قالت لي صباح الخير. يعني تحبني ما تحتاج تفسير. أكيد. لأن تقدر تمر وما تسلم غير. ممكن. بس يمكن بعد ما تتحمل التأثير. فش سوت؟ سوت. قالت لي صباح الخير. صح كنت أنا واقف يم 9 طلاب. وهي قالت عموما ما بحسب حساب. اي ممكن. ومن نستخدم التأويل والتفسير والإعراب. الله. أحس قالت ايه؟ صباح الخير يا أبو شهاب. كشفت عن عشقها. واللي يصير يصير. لأن تحبني. ايه؟ قالت لي صباح الخير. هاك أكبر دليل الحب البنية. شلون بالله؟ كل أسبوع. ايه؟ من يمي تمر هي. ها. ومثلي. ايه؟ تشتري من الكافتيريا. كم منين تشتري؟ والوان اللبس. بيضة ورصاصية. غير هذا ازاي؟ ومثلي هم تجي بسيارة مو ببعير. وبعد كل هذا. قالت لي صباح الخير. بعد ما اريد اشوفك واقفة ويا اولاد. اشتغلت الغيرة. وما تحجين ابدا حتى ويا الاستاذ. حتى وياه. وتعوفين صاحبتك اللي اسمها نهاد. كلش تضوج معناتها. اموت من عندها. ولبسك هذا يتغير. طبعا تفهمي عاد. ايه ما تدرين بي من انقلب شرير. اوف. إيه. وشنو قلتي لي صباح الخير؟ اشتريتيني يعني؟ ادري. ايه. ايش رايك حياتي نجيب بس طفلين خلف ونحاول نضبط تربيتهم زين. بس كل ما تطلع عليك نسكن ويا اهلي وننتقل بعدين. شنو هاي عزل من هسه؟ هو داخل لي قطعه حتى لو بالدين. اشتغلت الفقريات. احنا نحب بعض. اي ليش هالتأخير؟ ممكن. وقبل شوية قلتي لي صباح الخير. الله. عشنا. انا احبك. وهاي القصيدة على مودي؟ على مودك. انت مخبل؟ من قلتي لي صباح الخير خبلتيني. ليش هالشكل وقعتيني بحبك؟ صباح الخير لازم تقوليها الناس معينين. أنا أمشي وأقول صباح الخير لكل الناس. لا بعد مو بكيفك. أنا أحدد لك منو ينقال صباح الخير ومنو ما ينقال. هاي صباح الخير مو شوية عيني. تدري أنت وأمثالك المفروض شنو؟ شنو؟ تنقرضون. منقرض؟ انقرضوا. اتحبني. الحمد لله والشكر. شفتها؟ شفت شلون قالت انقرضوا؟ مال وحدة تحبك بس ضامة يعني. بس هم قالت الحمد لله والشكر. الحمد لله صح. الحمد. هاي قصيدة ثانية. شنو؟ قالت الحمد لله والشكر. اي يعني تحبني وقلبها انفطر وابتلت. ملل كلش ملل، لا شغل لا عمل. اي هذا ما عنده وظيفة وذاك يشعر بالفشل. عجل يا ابو عجل، شو وقت تقول حل؟ الباق من الكيكة كلها عافلي بس تشطل. شالقسمة هاي القشرة ماكو شغل فد مرة. يوم العراق افتر انا طهر شرحيت. انا طهر شرحيت. لقوم طلعت الشمس. عندك طبخ عندك كنس. شو وقت اشبعاني نوم شنو هالحظ النحس. وين صار الريوق ورانا طلعة للسود. وشلون تردين الوضع كلش مو حلو ويا الحميسة انحمس. لو يرجع شوية الوقت الا الغي مشروع العرس. احنا طبعنا يختلف لا صاير ولا يصير. صح خير ما شفنا ابد لكن بعدنا بخير. حتى
حتى الفقير بهالوطن وبعيشته محتار، تلقاه بحر من الكرم لمن يجي خطار. صح الأمر.